للسنة السادسة على التوالي ينخفض معدل الولادات في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في عام الوباء قفزت نسبة الانخفاض إلى نحو 4%. قرار الكثيرين بالتأخر في إنشاء أسرة هو قرار فردي. قبل 100 عام وأثناء جائحة الإنفلونزا انخفضت المواليد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10%. قد تكون جائحة كورونا ساعدت في تراجع الأعداد، لكن علينا الانتباه إلى أن الإحصائيات تعكس رغبة الأسر في تقليل عدد المواليد والمباعدة بينهم إلى أكثر من 4 سنوات. وبحسب مركز السيطرة على الأمراض، فإن عدد المواليد العام الماضي انخفض إلى أكثر من 150 ألف مولود، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا في المستقبل على القطاع الصحي بالتزامن مع توقعات ارتفاع متوسط عمر الإنسان في الولايات المتحدة. إذا استمرت المعدلات على حالها فسيكون لذلك تأثير سلبي كبير، وعلى الحكومة أن تزيد نسبة المهاجرين الشباب. قبل 50 عاما كانوا يخشون من الاكتظاظ السكاني، واليوم نعاني من شح المواليد، وهذا يعني نقصا في دافعي الضرائب والشباب المؤهلين لخدمة المتقاعدين في كافة المجالات في المستقبل. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع سن الإنجاب لأول مرة عند النساء الأمريكيات إلى سن 26.5، في حين أن معدل سن الإنجاب للأمريكيات من أصول إفريقية وإسبانية وآسيوية دون ذلك بعامين. قبل 10 أعوام فقط كان متوسط الإنجاب 2 لكل أسرة أمريكية، إلا أن هذا المعدل انخفض بنسبة 20%، وذلك لأسباب عديدة بحسب المختصين، أبرزها ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى خشية الأمريكيين من المستقبل. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.